في وظيفة وظيفتي
بقى؟ وظيفة تكون ممثلين. احنا عندنا كده بس. انتوا ممثلين يعني بجد والله؟ تقدموا عندي هنا، انا اللي بقدم. ايوه طبعا ايوه. فممكن بس استنى كده. بس انت جاي بقى يا معلم، فاكر السكتش بتاع كان عملناه في 94 بقى ايام الشهرة؟ القاهرة. بس ده كان بقول لك ايه؟ ما نفكك خالص ونعمله السكتش بتاعنا. قرني. ايه رأيك؟ بص. بس احنا هنقول لك دلوقتي سكتش جامد جدا اسمه قرني. تمام، فرجوني انا
ايه يا عم ما ينفعش الكلام ده؟ ما الحاجات دي بتتقطع في الافلام يعني ما تكملوش انت. لا معلش انا عايز حاجه. انت عملتنا وتقول لنا يعني اعملوا اعملوا وسووا. انت مين اصلا؟ انت مين يعني انت؟ مش عايز اعمل ايه؟ انا؟ انا اللي شغالين في الجيم دولت مش موظفين، اللي شغالين في الجيم دولت مهندسين زيهم متطوعين، عندهم ثقافه على فكره تطوعيه، ان هم بيبذلوا من وقتهم ومالهم وجهدهم وفكرهم عشان تنميه النقابه، عشان تثبت المهنه والمهندس والنقابه. يا ريت كل اللجان مفتوحه لكم، كل اللجان مفتوحه ليكم، انت خلاص بقيت مهندسين، بقيتوا منتمين للنقابه، نقابه مهندسين في الاسكندريه. يا ريت اللجان كلها مفتوحه لكم. عندكم في الشنطه دليل خدمات في كل اللجان كأنشطتها، اتعرفوا على اللجنه، شوف التميال دي ايه، لجنه علاقات عامه، شباب طلاب، اجتماعيه، رحلات، و و و و يا ريت تشتغل في النقابه عشان في الاخر دي نقابتك انت، انت اللي هتنميها مش احنا، احنا كلنا مع بعض هنميها، احنا المجلس المنتخب ممكن مهندسين المتطوعين مع بعض ايد واحده. أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها، والله على ما أقول شهيد. جزاكم الله خيرا. فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه، وأنا تنسى وصراحه، وحياة قلبي وأفراحه، وأنا تنسى وصراحه، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. المهندسة نهال محمد رجب.
إبراهيم. المهندسة أماني سعيد زكي. المهندسة الشيماء صادق يوسف. المهندسة نيفين ناجي موسى. المهندس محمد طه عبد طه. المهندس احمد رضا عبد الرازق. المهندسة نسمة محمود علي. المهندسة نسمة محمود علي. المهندسة سلمى أسامة محمد. المهندسة سلمى أسامة محمد. المهندسة علياء سعيد إدريس. المهندس محمد جمال يوسف. المهندس محمد جمال يوسف. المهندس محمد مجد السيد. المهندس محمد مجد السيد. احنا لسه ما خلصناش تكريم، بس نحب نقول للناس ما ينشوش ان شاء الله بعد التكريم في فقره غنائيه هيقدمها لنا البرنامج صوت الحياه محمد جمعه. يا ريت الناس ما تمشيش. المهندسة هايدي سمير المساري. المهندسة شيماء عربي يوسف. المهندسة شيماء عربي يوسف. المهندسة بسمة هاني خليل قاسم. المهندسة أمنية رشاد محمد.
المهندسة أمنية رشاد محمد حسن. المهندسة دينا سعيد محمد. المهندسة دينا سعيد محمد. المهندس عبد الراضي خميس النجار. المهندس محمد علي محمد ابو عرايس. المهندس محمد علي محمد ابو عرايس. المهندس يوسف السيد ابراهيم. المهندس يوسف السيد ابراهيم. المهندسة يوسف السيد ابراهيم. المهندس احمد جمال احمد عبد الرحمن وسلمها نيابه عنه اخيه محمد جمال احمد عبد الرحمن. المهندس محمد السيد جاد. المهندس محمد السيد جاي. المهندسة إسراء مصطفى محمد علي. المهندسة إسراء مصطفى محمد علي. المهندس أحمد سامي محمد أحمد. المهندس أحمد سامي محمد أحمد. Mi mamá.